بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه رب العالمين. أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم بعنوان المبالغ المتساوية. فكرة الدرس يا أبنائي أن أمثل مبلغا من المال بطرائق مختلفة. أمامك ولدان، الولد الأول معه 10 ريالات وخمسة ريالات، الولد الثاني مثل هذا المبلغ بطريقة أخرى فأمسك ب3 5 من الريالات، 3 ورقات فئة 5 ريالات، هو نفس المبلغ 15 ريالا. هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، لأنك يا بني تستطيع أن تمثل مبلغا من المال بطرق مختلفة. أتأكد، أستعمل النقود لأمثل المبلغ نفسه بطريقة أخرى. أمثل 23 ريالا. نعم يا بني، أمامك ورقتان فئة 10 ريالات وريالان وريال. كيف أمثل هذا المبلغ بطريقة أخرى؟ الطريقة الثانية 10 ريالات وورقتين فئة 5 ريالات ثم 3 ريالات، يصبح نفس المبلغ هو 23 ريالا. سؤال الثاني، أمثل 28 ريالا بطريقة أخرى. أمامك يا بني ورقتان فئة 10 ريالات وورقة واحدة فئة 5 ريالات وريالان وريال. كيف أمثل هذا المبلغ بطريقة أخرى؟ نعم، ممكن أمثله بورقة واحدة فئة 10 ريالات و3 ورقات فئة 5 ريالات و3 ريالات، يصبح نفس المبلغ 28 ريالا. أتحدث يا بني، هذا السؤال يجب أن نفكر فيه بطرائق مختلفة. بين كيف أمثل 10 ريالات بطرائق مختلفة. نعم، ممكن أمثل هذا المبلغ بأربع طرق. الطريقة الأولى ورقة واحدة فئة 10 ريالات، الطريقة الثانية ورقتان فئة 5 ريالات، الفكرة الثالثة الطريقة الثالثة 5، كل واحد منهم بريالان. أما الطريقة الأخيرة 10 ريالات، كل ريال لحاله، فيصبح نفس المبلغ هو 10 ريالات بأربع طرق مختلفة. أتدرب، أستعمل النقود لأمثل المبلغ نفسه بطريقة أخرى. أمثل 37 ريالا. أمامك يا بني 10 ريالات ورقة واحدة و4 ورقات فئة 5 ريالات، وأمامك 3 كل منهم ريالان وريال واحد، يصبح المبلغ 37 ريالا. كيف أمثل هذا المبلغ بطريقة أخرى وسهلة ومبسطة؟ نعم، 3 ورقات فئة 10 ريالات وورقة واحدة فئة 5 ريالات وريالان، يصبح المبلغ نفسه 37 ريالا. أمثل 40 ريالا بطريقة أخرى. أمامك يا بني 3 ورقات فئة 10 ريالات
وورقتان فئة 5 ريالات. أمثلها بطريقة أخرى، ورقتان فقط فئة 10 ريالات وأربع ورقات فئة 5 ريالات، يصبح نفس المبلغ 40 ريالا. أمثل 51 ريالا بطريقة أخرى. أمامك يا بني ورقتان فئة 10 ريالات وخمس ورقات فئة 5 ريالات، و2 ريالان وريالان، يصبح المبلغ 51 ريالا. كيف أمثله بطريقة أخرى سهلة ومبسطة؟ نعم، خمس ورقات فئة 10 ريالات وريالا واحدا، يصبح المبلغ 51 ريالا. مسألة عن العملات النقدية المجاورة، ثم أطلب إلى زميلي أن يحلها. أمثل 21 ريالا، يعني أسأله سؤالا، هذه 10 ريالات ورقة واحدة، ورقتان فئة 5 ريالات وريالا واحدا، يصبح 21 ريالا. فأسأل زميلي، أمثل هذا المبلغ بطريقة أخرى، أو أسأله كيف الطرق الأخرى التي يمكن أن تمثل نفس هذا المبلغ. أبنائي، تعلمنا في هذا الدرس أننا كيف نستعمل النقود بطرق مختلفة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.